مجموعة من نجوم برنامج قهوة المغرب، ربيع القحطاني، الله يحييك، وهاني الجبرتي، وسعدون السعدون. يا هلا والله بالحبايب. الله يبقيك يطول عمرك. ها نبدا مع البداية عند الشباب. البداية عند الشباب. هناك ربيع كبير، عرفت انك يا هذا الشايب. انا الشايب حقنا. وفايز مركز رقم كم؟ الثاني. 2 نمبر 3. يلا يا جماعة تقول لنا حيهم. يا هلا والله، مرحبا، كلمنا على البرنامج. الله خير. طبعا برنامجنا قهوة المغرب، صلى الله يجعلها ان شاء الله جلسة جميلة وموفقة باذن الله تعالى مع اخواني ربيع وسعدون. الله يستر من سعدون. نعيد ايام الذواقة في المناوشات والمناقشات. جلستنا بتكون ان شاء الله خفيفة لطيفة، نناقش فيه موضوع بين المؤيد له والرافض له بآلية جميلة ممتعة مع شباب ما شاء الله متألقين. والله صلى الله يطرح اللي فيه خير يا رب العالمين. بروح بكلم سعدون. انا كلمه ترى اول مره اشوف. والله اول مره تشوف. اي والله. لا والله بحق لاعب كره سله. اول مره قول. والله لا لا بس طيب القضايا اللي بتطرحوها في البرنامج قضايا وش يعني؟ هي في الغالب انها يعني قضايا اجتماعيه يعني دارجه، يعني اللي على قولتهم كل الشباب وكل العوائل يتناقشون اللي نعيشه يعني. اي يعني شيء على قولتهم قريب من الناس. حلو. قريب يعني خلينا نقول يفكرون فيه. بعضهم ما حصلت فرصه انه يعني على قولتهم يطرحها او يقول رايه فيه، ونحن نحاول قد ما نقدر نقرب يعني وجهات النظر. كل واحد يطرح فكره معينه من وجهه نظره. طبعا شوف دائما الاختلاف اذا كان شيء يخص الذوق دائما يكون في اختلاف. صحيح. دائما ويكون مقبول. ايه؟ يعني الواحد مثلا يتكلم عن ذوقه الشخصي، يعني مثلا انا احب القهوه، هاني يحب الشاي مثلا، هذا ذوقه، هذا ذوقه وهذا ذوقي، بيكون في اختلاف. الحين بنوحد الذوق. ايوه. وجيب القهوه يا عطنا قهوتنا، قهوه المغرب، قهوه يا ابو ذوق، ابو فرج، قهوه ابو ذوق. اي والله. لا ابدا من الشباب. من الشباب عند الشباب هناك. ابدا عند الشباب. فنجالكم فاضي، المفروض ان قهويكم. لا لا هو على الاول توه. الرياض. الرياض قبل ما تشغل الرجال. اي نعم. قل له مبروك اول شيء. صحيح. وبعدين اسال. صحيح. ولا تقول مبروك عشان ايش؟ خلك كذا. والله مبارك للمقدم الاعلامي ربيع القحطاني. الله يبقيك. شكرا. شبكة المجد الفضائية كمقدم حصري لها وأحد نجوم الشبكة. يا هلا والله فيك ربيع في شبكتك والكيان شبكة المجد الفضائية. سلمت. الله يبقيك وطول عمرك. وأنا للأمانة سعيد أيما سعادة بوجودي عندكم، وسعيد طال عمرك بهالمناسبة. والله يبارك فيكم جميعا ويجعلني إن شاء الله قد المسؤولية اللي اعتقدتها فيني الإدارة واعتقدتها فيني القناة. قناة المجد غنية عن التعريف، إرث وتاريخ. وقناة المجد طال عمرك هي الشاشة الأمثل لأي منزل في المنازل العربية كافة. وأنا أعتقد أنه هذه مسؤولية على عاتقي، وأنا إن شاء الله أني قدها بإذن الواحد الأحد. هذا فيما يخص التقديم في قناة المجد، وزي ما أسلفت لك أنه أنا سعيد للغاية بهالمناسبة. وبالنسبة للبرنامجنا ترى فيه جزئية ما طرحها الشباب لعلها يعني طاحت عليهم، اللي هو أن البرنامج اللي هو قهوة المغرب راح يكون أفضل برنامج إن شاء الله في البرامج كلها. صحيح. اللي راح تعرضها السنة. نعم. هذا الحين هذا اختلاف الأذواق ولا حقيقة؟ لا هذه حقيقة. هذه الحقيقة اللي لا خلاف عليها. ربيع ما يدري ان احنا مقدمين. انتوا برامج يا ابوي بالدورة الجاية. انتوا هنا وماشيين. والله كفو انه خلاص برنامجكم تشوف انه بيكون الأقوى. لا لا ان شاء الله برنامجنا بيكون الأقوى بإذن الواحد الأحد. والبرنامج زي ما قالوا لك الشباب مبني على وجهات نظرة وطرح، والاختلاف سنة كونية. الحاجة اللي ما فيها اختلاف ترى ما فيها نقاش ولا فيها حوار ولا فيها أخذ ورد. الاختلاف سنة كونية. هو يا أخي الليل مختلف عن النهار. أكيد. الشتاء مختلف عن الصيف. أكيد. سعدون مختلف عن رضيع. مع أفضلية لرضيع كما أعتقد وأزعم والله أعلم. أهم شيء لا تتهاوشون لو جاء البرنامج. أراني بروح فيها أنا والله. عندكم أقولها. عندكم نقاش في قضايا رياضية ولا بيصير فيها ملاقط؟ ممكن. عاد دورينا ذا الحين مولع خلاص جونا وأجوانا. هذه. طيب إيش توعدون الجمهور؟ هاي هاني. والله شوف الإعداد والتجهيزات اللي موجودة مبهرة بوجهة نظرنا. طبعا آلية جميلة، الجميع سيتفاعل معنا، احنا متفاعلين بأنفسنا احنا في الاستوديو، والجمهور كذلك حيتفاعل معنا. فلعلهم يستعدون من الآن، يجهزون معلوماتهم ويجهزون آرائهم اللي بنسمعها، ورقة وقلم
وفي شغل عارفين الأوقات شغل ها حيكون المغرب نعم أبى نصلي المغرب وبإذن الله تعالى بقيت المدينة من أول أنا ودي أقول للشباب غير مهمة وممكن تكون مهمة قول تراني متعطر بعطر ماسة الله يا سلام والله أنصح والله أنصح والظاهر في خصم الحين صح في عروض لا في خصومات دائما للجمهور تهدي اشوفك انا يعني احنا تعطرنا بالشبكه كله عشان لنا قنوات كثيره لا انا ما اسال خلاص الحين صار انتماء عندي ماسه الحين طيب اقول لك شيء ها وليد انا اقول له بمناسبه ذكر عطر ماسه فعندنا عرض بعد يا سلام بس خلاص